طيب لو نقلنا لي الأستاذ محمد حسنين هيكل وهو كان يعني موجود في الأحداث طبعا وقريب وشريك أيضا في هذه الأحداث، يعني والله كانت رؤيته اللي حضرتك سمعتها منه إيه؟ أنا يعني عندي حساسية شديدة في الكلام عن الموتى، يعني ما بحبش أبدا اللي أنا يعني، لكن هو كان له موقف كسره لما راح قابل محمد مرسي. محمد مرسي، ودي كانت يعني نقطة ما كنتش أحب إنه كان يعملها. عاتبته على هذا الموقف أو عاتبته؟ وقال لي فيه اعتبارات كثيرة، وده يجلس في المكان اللي بيحكم مصر، وإن يعني الاستماع إليه وتوصيل رسالة إليه مسألة شديدة الأهمية، لكن أنا كنت مختلف معاه في هذا. أنا الأستاذ هيكل بالنسبة لي ركن ركين في حياتي كلها، في ثقافتي وفي وجداني وفي تصرفاتي وفي كل حاجة. يعني أنا لغاية النهاردة لا أتصور أنه مات، حتى هذه اللحظة أتصور أن أنا حنزل في يوم من الأيام أروح الجيزة عشان أقابله وأقعد معاه وأخذ منه كتب وكده يعني، وأسمعه وهو بيتكلم وكده يعني. لكن هو كان شايف 30 يونيو إزاي؟ لا، هو وقف معاها بشكل مطلق من اللحظة الأولى، بشكل كامل يعني، بشكل مطلق، ولم يتردد لحظة حتى، ولم يسأل إن دي ممكن توصل لفين أو تيجي، لا بالعكس كان معاها بشكل كامل متكامل، وعينه دايما كانت على القوات المسلحة. يعني دي رمانة الميزان، كان يراها باعتبارها رمانة الميزان في الواقع المصري الراهن منذ فجر التاريخ وحتى اللحظة اللي احنا عايشين فيها، حتى قبل ان تسمى القوات المسلحة. هي دي رمانة الميزان الاساسية، حراس الوطن والمدافعين عن الوطن كانوا شيء اساسي جدا بالنسبة له. كنت قريب من يعني وقعة الحريق اللي حصل في برقاش، يعني في اليوم طبعًا اللي تم فيه فض اعتصام رابعة، اتحرقت برقاش وفقد الأستاذ هيكل كثير من الوثائق تاريخه والكتب تاريخه. يعني برضو هذه الواقعة، لأنه كان باين جدا أنه هؤلاء يعني بهمجية شديدة اقترأوا على حرق الوثائق والتاريخ. طبعا برقاش بالنسبة لهيكل كانت العاصمة الروحية بتاعته، يعني المكان اللي ما يوديش فيه إلا اللي يحبهم ويرتبط بيهم ويقربهم منه. وأنا يوم ما رحت برقاش لأول مرة رحت مكتبه، ونزل معايا سكرتيره الله يرحمه منير عساف، وكانت موجودة سكرتيرته جيهان عطية وعايشة لغاية دلوقتي الأستاذ جيهان عطية، وركبت من مكتبه ورحت برقاش وشفت فعلا التعبير اللي أنا قلته، إن دي العاصمة الروحية بتاعت محمد حسين هيكل. الشجرة اللي كان بيقعد تحتها جمال عبد الناصر، الكرسي اللي كان بيقعد عليه هنري كيسنجر لما كان يجي ويقابله وكده، شارل ديجول قعد فين، وهكذا يعني. كانت كل حياته، الى جانب كتبه طبعا المهمه جدا، لما كان يقرا كتاب ويعتز بيه او يهدى اليه كتاب ويعتز بيه كان يوديه برقاش، لانه اعتقد كان بيفكر ان بعد رحيله عن الدنيا تبقى برقاش دي مكتبه تحمل اسم محمد حسنين هيكل.